15 في الوي، العنوان بتاعي اسمه شي از ذا بريتيست. شي از ذا بريتيست يعني هي بتكون الاجمل. اخد بالي عشان العنوان بيجي عندي فيه اسئله، بيجي عندي ري ارينج وتشوز، تشوز شي از ذا بريتي ولا بريتيست. اختار بريتيست عشان عندي ذا بتختار معاها الصفه اللي فيها اي اس تي. طيب عندي هنا قناع، نيجي على الكلمات. قناع ماسك، قناع ماسك، ام اي اس كي، قناع ماسك ام اي اس كي. قبيح اجلي، قبيح اجلي يو جي ال واي، قبيح اجلي يو جي ال واي. درس او حصه ليسون، درس او حصه ليسون ال اي دبل اس او ان، ال اي دبل اس او ان. يلون او يدهن بنت، يلون او يدهن بنت b a i n t، b a i n t. ورق بيبر، ورق بيبر b a b e r، b a b e r. سعيد هادي، سعيد هادي h a double b y، h a double b y. سيدة ليدي، سيدة ليدي l a d y، l a d y. غداء لانش، غداء لانش l u n c h لانش، ال يو ان سي اتش لانش. مطبخ عجله بايك، عجله بايك بي اي كي اي، عجله بايك بي اي كي اي. صاله هول اتش اي دبل ال، صاله هول اتش اي دبل ال. بوتاجاز كوكر، بوتاجاز كوكر سي دبل او كي اي ار، سي دبل او كي اي ار. او يطبخ كوك ونحط لها اي ار. جميل بريتي، جميل بريتي b r e w t y، b r e w t y. يقترح suggest، يقترح suggest s c u w g u e s t، s c u w g u e s t. رسم art، رسم art a r t، رسم حصة الرسم اللي احنا بناخدها في المدرسة. يصنع make m a k e، يصنع make m a k e. وجه فيس، وجه فيس اف اي سي اي، وجه فيس اف اي سي اي. طبق دش، طبق دش دي اي اس اتش، طبق دش دي اي اس اتش. حزين ساد، حزين ساد اس اي دي. شراب سوكس او سي كي، قبلها اس وبعدها اس، او سي كي قبلها اس وبعدها اس. مطبخ كيتشن، مطبخ كيتشن K I T C H E N، K I T C H E N. مطبخ كيتشن. شمسية أمبريلا، شمسية أمبريلا U M B R E double L A، U M B R E double L A. يكسر بريك، يكسر بريك B R E A K بريك، B R E A K بريك. الفطار بريك فاست، الفطار بريك فاست B R E A K، وعليها فاست F A S T B R E A K، وعليها فاست F A S T. نقرا بقى تاني مع بعض الكلمات. قناع ماسك، قبيح أجلي، درس أو حصة ليسون، يلون أو يدهن بنت، ورق بيبر، سعيد هابي، سيدة ليدي، غداء لانش، عجلة بايك، صالة هول، بوتاجاز كوكر. جميل بريتي. يقترح سجست، رس ارت، يصنع ميك، وجه فيس، طبق دش، حزين ساد، شراب سوكس، مطبخ كيتشن، شمسية امبريلا، يكسر بريك، الفطار بريك فاست. نخش مع الجرامر يا جماعة. الجرامر بتاعي بيفكرني في اليونت دي بالتفضيل. فاكرين قاعدة التفضيل اللي هي ذات زائد الصفة زائد الـ E S T. تفضيل يعني بقارن بين واحد ومجموعة. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض عشان نفتكر التفضيل كده. بيقول لي هنا correct، بيقول لي منى is the sin girl in the class. correct، أول ما أشوف correct أنا بدور على الكلمة دالة. عندي مين هنا كلمة دالة؟ عندي ذا. في ناس بتنسى إن ذا كلمة دالة. ذا لما يجي وراها الصفة بتدل على التفضيل، مش اي ذا وخلاص، لازم يجي وراها الصفه. طيب لقيت عندي ذا وراها صفه يبقى اكتب فوقيها تفضيل. طيب انا عندي في التفضيل بشوف الصفه شاذه
ولا عادية، اروح اسأل الصفة اقول لها هو انت شاذة ولا عادية؟ لقيتها هنا السن دي صفة ايه؟ عادية. يبقى ذا هتنادي على الاس تي اي اس تي اي اي اس تي، واروح ابص على اخر الصفة علشان اشوف احط ايه. احط اس تي؟ لا انا ما عنديش ايه عشان احط ايه، عشان احط لها الاس تي. طب عندي واي قبلها ساكن؟ لا، يبقى مش هاخد الاي الاي اي اس تي. امال احط ايه؟ احط الاي اس تي. بس انا عندي هنا ايه ملحوظه؟ عندي ايه هنا؟ عندي ساكن متحرك ساكن. انا قلت ساكن متحرك ساكن، بعمل ايه؟ بكرر الاخير واحط لها اي اس تي. يبقى هنكرر الان ونحط الاي اس تي. طب المثال اللي بعديه بيقول لي علي از ا جود بوي ان ذا كلاس، بيقول لي اعمل لي كوريكت. هشوف الكلمة الدالة عندي هنا ذا وصفة، يبقى هكتب فوقيها تفضيل، واروح اسأل الصفة هو انت شاذة ولا عادية؟ لقيت عندي جود، جود دي في جدول الشواذ؟ اه نيجي نفتكر كده، اه ده جدول الشواذ عندي جود باد ماتش وميني وليتن، عندي جود. طب جود في جدول الشواذ كانت بتبقى ايه؟ جود كانت بتبقى ذا بيست. ماشي يا جماعة؟ نيجي بقى عند الترانسليت هنا، بيقول لي علي يكون أطول ولد في الفصل. نمشي كلمة كلمة، بس أنا قلت لما باجي أعمل ترانسليت بشوف عندنا في زمن إيه أو الكلمة الدالة إيه. عندي هنا كلمة أطول ولد في الفصل، أنا عندي علي وعندي مجموعة، عندي علي والفصل كله، يبقى ده إيه؟ تفضيل. طب التفضيل بحط له إيه؟ بحط له ذا والصفة وإي إس تي. طب يلا نمشي كلمة كلمة كده، عندي علي ويكون يعني إز، وعندي أطول، أطول دي صفة وصفة ديت في الفصل، يبقى ده تفضيل، يبقى هنحط ذا، وعندي الصفة اللي هي طويلة هتبقى طول، وبعدين عندي هنا ذا يبقى لازم احط لها الاي اس تي عشان ولا اخرها واي ولا اخرها اي، يبقى هتاخد الاي اس تي. وولد يعني بوي، وفي الفصل يعني ان ذا كلاس، هتبقى علي از ذا تولست بوي ان ذا كلاس، يبقى علي اطول ولد في الفصل. وكده يكون خلصنا الدرس النهارده.